أخبر السيد كوربين ميدروكو أنه سيفقد كل أملاكه في موا التي ستصبح ملكا لماكس. فسمعت بذلك ماري فأخبرت ديكون وبدأ البحث معا عن حل لهذه المشكلة. هذا ما حدث معي ومع ديكون يا كول. ماذا؟ وأعتقد أن والدك سوف يخبرك بكل شيء قريبا. كول. أهلا أبي. كول اسمعني يا بني، للأسف سوف أبيع أملاكي لتسديد ديوني، لكن لا تقلق على مصيرك يا بني، سأنقلك إلى مشفى خاص في لندن، ستلقى عناية كبيرة. ماري، كول، كول سيبقى معنا. صعب. عمي، ابنك ليس في حاجة إلى المشفى ليتحسن، بل يحتاج إلى هواء موع العليل. أرجوك لا تأخذه إلى لندن. لا تتدخلي. ما يهم كول يهمني أيضا، أنا أحرص على مصلحته ولا أرغب في الابتعاد عنه. ماري، سوف أرسلك إلى مدرسة داخلية. لن أغادر المكان الذي أحببته. أنا وكول سنعيش في موا، أرجوك لا ترغمنا على الرحيل. أبي، لا أريد الابتعاد عن موا وماري. أعدك أن نزور موا بين حين وآخر. ادخل. جهزت لك العربة سيدي. أنا عائد إلى لندن الآن وسوف أقوم بالترتيبات اللازمة. سأعرضك على أفضل الأطباء، ستتحسن بإذن الله. لا أريد الذهاب، إنه يقسو علي كعادته ولا يكترث لما أكره أو أحب. كول، مؤسف ألا يحسن التعامل معي، إنه كالغريب. مؤسف حقا، يعاملني كأنني متاع ينقله إلى المكان الذي يريده متى شاء. لن نستسلم لهذا القرار. اطمئن، أنا وديكم سنجد الحل. سيدي ثقبي. أنا أثق بك يا ديكون. ربما نخسر البيت، ولكن يجب أن نعمل المستحيل كي نحتفظ بهذه الحديقة. ماذا نستطيع أن نفعل الآن؟ سوف نفعل الكثير، لن نتنازل عن الحديقة بسهولة. لقد سمعت أنها ستصبح فندقا وسوف يصبح البيت ملعبا للجولف يا آنسة. متأكد؟ نعم متأكد، لقد انتشر الخبر وأهالي موا كلهم يعرفون هذه الحقيقة، ولكن لا يعرفون المالك الجديد. أخبرتني كاميرا أن خالتي ساعدت خطيبها سابقا. ترى أينسى ماكس المعروف ويخذلنا؟ نحن لا نعرف تماما أي شخص هو ماكس، ربما كان من أولئك الذين يتغيرون وفقا لوضعهم المالي يا آنسة. أكان فقيرا؟ أجل، كان فقيرا قبل أن يعمل لدى أبيك، ثم تحسن وضعه شيئا فشيئا بعد ذلك. ليتنا نقابله ونتحدث إليه. أجل، لما لا نقابله ونتحدث إليه؟ أرشدتنا إلى فكرة مذهلة. ديكون، سوف نذهب معا إلى لندن. سنطلب إلى ماكس أن يعطي عمي فرصة كي يتدبر أمر النقود. هذا صعب. نعم صعب، ولكن ليس مستحيلا. إنك محقة، ولكن عليك في أثناء غيابي أن تتابع تمارينك. إن استطعت المشي يا كول، فسوف يلغي عمي فكرة دخولك المشفى. أجل، سأتمرن كل يوم. هيا استعد. بصراحة أنا أخشى السفر إلى لندن يا آنسة ماري. ليس هناك ما تخشاه، إنها آمنة، أنا وباتي مررنا بها قبل أن نأتي إليكم. ولكن من الذي سيرعى الحديقة؟ نطلب المساعدة إلى بين، ما رأيكما؟ هل تثقين به؟ ليس أمامنا خيار آخر. ماذا تفعلون هنا؟ عمي، ألم أوصيكم من قبل يا أولاد بألا تقتربوا من هذه الحديقة؟
كيف دخلتم؟ ما العمل؟ ماري دعيه لي. فين، ألم تعرف من أكون؟ كول، أنا آسف يا سيدي، أغلقت هذه الحديقة يوم ولدتك أمك. فين، هيا تعال إلى هنا، الباب مفتوح. حاضر حاضر يا سيدي. سوف أتحدث إليك بالتفصيل عن طريقة العناية بالحديقة. هيا تحرك. سيطيع؟ نعم سيطيع وسيحافظ على السر. سيدي قل لي، كيف استطعت فتح باب الحديقة؟ بالمفتاح، ولقد عثر عليه أبو الحين. ماذا؟ مفتاح؟ لا أصدق. بن، أريدك أن تتولى رعاية الحديقة منذ اليوم، مفهوم؟ حاضر، يسعدني القيام بذلك. عليك ترتيب الحديقة على الشكل الذي كانت تحبذه أمي قبل وفاتها. بكل سرور. وعليك أيضا أن تنجز عملك بأقصى سرعة. سنخبرك بسر مهم جدا يا بن. سر؟ أملاك السيد كوربين في موا سوف تباع كلها. ماذا؟ وستصبح ملكا للسيد ماكس خطيب كاميرا، هل تذكره يا عم بين؟ أذكره، طرد لأنه ساعد الفلاحين. كيف ذلك؟ إنها قصة طويلة. ارويها لنا، ربما تسهل علينا حل هذه المشكلة. حاضر، اسمعوا. أتى محل في إحدى السنوات فطلب الفلاحون مساعدة إلى السيدة، وحصلوا عليها من دون أن يعلم بذلك السيد كوربين. أمرت السيدة ماكس أن يغير في الحسابات لتخفي مساعدتها للفلاحين تفاديا لغضب زوجها، فنفذ ماكس رغبتها. توفيت السيدة بعد ذلك، وكشف السيد كوربين الخطأ في دفاتر ماكس فاتهمه بالاختلاس وطرده. كم أشعر بالذنب تجاه ذلك الرجل، لم أملك الشجاعة الكافية لأصارح السيدة بالحقيقة. لا تلوم نفسك يا بن، فمن سوء حظ ماكس أن خالتي قد توفيت في تلك الأثناء وهي ما تزال محتفظة بذلك السر. صحيح، لكن لا أعذر نفسي من المسؤولية، فلا أحد يعرف هذه الحقيقة في منزل السيد كوربين إلا أنا. إلا أنت؟ وحتى لو عرف أحدهم فلن يجرؤ على البوح. هذا مؤسف، يجب علي أن أخبر كاميرا بالحقيقة. إذن لم يرتكب ماكس أي خطأ، أرحتني. لقد ظلموه. ازداد احترامي له بعد الذي سمعته الآن، ليت ماكس لا يسعى إلى الانتقام يا ماري. هل تعرفين له عنواناً؟ لا لا أعرف. ألا تعرفين شيئا عنه؟ ولما؟ سأبعث إليه برسالة. لماذا؟ سأعرفه بنفسي وسأخبره عن صداقة المتينة بك، وأطلب إليه أن يمهل عمي حتى يتدبر أمر النقود. لكنني أخشى ألا يستجيب لطلبك يا ماري. سوف أخبر عمي الحقيقة وأدعه يعتذر إلى ماكس. حقا سأخبرك. حسنا، وبكل ما تعرفينه عنه. إنه يملك متجرا في لندن، واسمه متجر القطن الهندي، يقع جنوبي العاصمة في نهاية السوق المركزي فقط. ها؟ أرجوك أخبريني المزيد. وسمعت أيضا أنه يملك بيتا في ضواحي العاصمة. ها؟ كما أذكر أن في فكه جرحا كبيرا أصيب به إثر سقوطه عن الحصان. هذا جيد. لما تقولين ذلك؟ بهذه العلامة يا كاميرا سأتعرف إلى ماكس عندما يأتي إلى موا. مساء الخير. أهلا يا آنسة ماري، تفضلي. عندما أتيت من الهند وصلت إلى لندن، بعدها مررنا بمحطة سويتي، أليس كذلك؟ صحيح. وبعد ذلك وصلنا إلى موا بالعربة، صحيح؟ أجل، هذا ما حدث، ذاكرتك جيدة. إذن فالطريق سهل. أنا حائرة سيدة ميدروكو، أحتاج إلى مساعدتك. ها؟
سأشتري هدية لكول. أعطني نقودا من حصالتي. هل أنت موافقة؟ نعم، لكن الهدية غالية. بكم؟ لا أعرف ثمنها تماما. إذن حدد المبلغ الذي يلزمك لشرائها. كل المبلغ. ولكن المبلغ الذي لديك كبير. آنسة، السيد يطلبك، هيا ذهبي إليه بسرعة. سأذهب إليه في الحال. سيدتي، أنا أحترمك وأحبك، وسوف أكون مهذبة كما تريدين. أنا أحرص على مصلحتك وأوفر لك نقودك. شكرا، أحترم حرصك هذا وأعدك أن أرد إليك الباقي يا مربيتي. انصرفي الآن، سأعطيك كامل المبلغ. لن أنسى هذا المعروف يا سيدتي. ترى أيناسبك يا ديكون؟ ولماذا ستطلبين إلى ديكون أن يغير ملابسه؟ عليه أن يرتدي ملابس تناسب المكان الذي سنزوره. إن ثيابه بالية يا كول. قل، ما رأيك في هذا القميص؟ أليس جميلا؟ نعم جميل. هل ستوصيني بشيء؟ كنا حذرين يا ماري، سوف أنتظر عودتكما بفارغ الصبر. سوف أفتقدكما كثيرا. لا تنقطع عن التمارين. لن أنقطع عن التمرين، أنا أذوق إلى اليوم الذي سأمشي فيه. سأثبت لأبي أنني في صحة جيدة. قول، تعجبني فيك إرادتك الصلبة. أتمنى لك كل النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك يا ماري، أنا ممتن جدا، لن أنسى كل ما فعلته من أجلي. صباح الخير يا آنسة ماري، هل تأخرت؟ لا، لم تتأخر. هيا بنا ننطلق، عليك أن تسرع بنا. مصيبة؟ ماذا حدث؟ الآنسة اختفت من غرفتها يا سيدتي. كيف تجرؤ على المغادرة من دون إذن؟ سأريها. لقد تركت هذه الرسالة، أرجوك خذيها واقرأيها. رسالة؟ مزعجة، لا تسبب لي إلا وجع الرأس. أنسيت وعدها لي بأن تكون مهذبة؟ سخرت مني؟ باحت لك بشيء؟ لا، لم تبح بشيء. تركت الورقة بيضاء، لم تكتب فيها شيئا. سأؤدبها. اهدئي أرجوك ودعينا نبحث عنها. أخذت النقود مني لتغادر بها. خدعتني هذه المشاكسة. أنا قلقة عليها. مصيبة، سقط السيد كول عن سريره. مصيبة أخرى، لما سقط؟ لا أدري، وجدته مغشيا عليه. وماذا كنت تفعل؟ لم أفعل شيئا. سيدي كن حذرا. دعيني، سأحاول الوقوف والمشي. لهذا السبب سقطت عن السرير، سأمنعك. اتركيني، سوف أتابع التمرين. لقد وعدت ماري أن أمشي قبل أن تعود من لندن. ماذا قلت؟ لندن؟ وهل أنت متأكد؟
لماذا لا تجيبني؟ هل سافرت الآنسة ماري إلى لندن؟ تأتي، ستبقين في العلبة. آسفة، أنا مضطرة إلى ذلك. انظري، تبدو أنيقا جدا. حقا ما تقولين، لكنها ضيقة. ملابسي التي أخفيتها في الحظيرة كانت أفضل، هذه لا تريحني. يجب أن نذهب الآن، حان موعد القطار إلى لندن. سنفترق الآن، إلى اللقاء. عد إلى البيت بسرعة. لماذا توقفتِ؟ لنشتري التذاكر يا ديكون. ماذا تريدان؟ نريد شراء تذاكر. إلى أين تريدان السفر؟ إلى لندن. هل ستسافران وحدكما؟ أجل يا سيدي. ممنوع. ولما؟ بسبب صغر سنكما. هل ستجري معنا تحقيقا؟ تفضل، خذ. هل أخبرت والديك بالسفر؟ أين تقيمين يا صغيرتي؟ بعيدا. لكن والداي أذنا لي بالسفر إلى لندن يا سيدي. لقد أتى القطار. أعطنا التذاكر بسرعة. لحظة، عرفتك. أنت ديكون أليس كذلك؟ قل لي، من أين حصلت على هذه الملابس الأنيقة؟ هل سرقتها؟ هيا اعترف أيها اللص، من أين سرقتها؟ سأعرفك بنفسي، أنا ابنة أخي السيد كوربين. لا تعترض طريق ديكون، وإلا فسأجعل السيد كوربين يعاقبك بشدة. كل الاحترام لك يا أنسة. هيا تحرك وأعطنا التذاكر. حاضر. ملابسي كانت أفضل. لما؟ لو لم أرتدي هذه الملابس لم اتهمني بالسرقة. اتهمك هذا الموظف بسرقة الثياب لأنه يعرفك من قبل. في لندن لا أحد يعرفك، وسيعاملونك سيدا. ما حدث الآن لن يتكرر أبدا، فلا تقلق، لن يزعجك أحد. وصل، أسرع، لقد وصل القطار. تفضلي. لندن، لندن. لنصعد. سام، أسرع، فيصل القطار. حاضر سيدتي. حان موعد الانطلاق. ثمن التذاكر. مهلا، توقف. نسيت، لم أعطه نقودا.
يا إلهي، أخشى أن يخبر ميدروكو بالأمر فتلحق بالقطار. لا تخف، لن يلحق بنا أحد. ارجع، أرجوك عد إلى البيت. وداعا. قل لي، هل غادر في قطار لندن؟ نعم. إذا لقد سمحت للآنسة ماري وديكون للسفر إلى لندن أيها الموظف الأحمق، سأريك يا مغفل. لا أتحمل المسؤولية، قالت لي الآنسة إن ولي أمرها موافق على السفر. لحظة، لقد أعطيتهما تذكرتين ولم يدفعا لي. أبعد يدك، لن أدفع لك شيئا حتى لا يعتقد السيد كوربين أنني كنت موافقة على سفرهما. خاب أملي. مارسا. حاضر. ابعثي برقية إلى السيد بيتشا في لندن بسرعة. وهل ستخبرين السيد كوربين بالأمر؟ مضطرة إلى ذلك، هذا هو الحل، يجب إعادتهما قبل وصولهما إلى لندن. ترى هل سيصلان إلى لندن ويحققان هدفهما؟ أم سيمسك بهما بيتشا ويعيدهما إلى موار؟